كيبقى لي نتكلم على مصدر البروتينات في هذه الفترة هذه. مصدر البروتينات ماشي ضروري اننا نخرجوا كل نهار ناخذوا اسماك طرية ولا لحوم طرية، يمكن لينا نستعنوا مؤقتا ببعض مصادر البروتينات اللي موجودة يمكن لها تبقى عندنا مدة طويلة، بحال القطاني، بحال السردين المصبر. السردين المصبر حتى هو جيد وصحي، الى عرفنا انه يعني مصبر في الزيت ومعقم فقط، ما فيش اضافات غذائيه، يعني هو غير بالطياب والزيت كان كيحتفظوا به. الى عرفنا ايضا ان البيض ممكن نستعملوه بطريقه يوميه وكمصدر مهم للبروتينات، وتهو بنفسه الاحماض الامينيه اللي موجوده في البيض كتقوي لنا المناعه، كيعطينا فيتامينات ومعادن مهمه للجسم ديالنا وتقويه المناعه. هذه الفتره هذه محتاجين اننا نفكروا قبل ما نشري.